وافق مجلس منائي برنامج التنمية الزراعية خلال اجتماعه برئاسة وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا على صرف 312 قرضا لدعم برامج وأنشطة التنمية الزراعية المختلفة بقيمة إجمالية بلغت نحو 328 مليون جنيه. يبلغ عدد المستفيدين من القروض 17700 مزارع من صغار المزارعين والمربيين والجمعيات التعاونية الزراعية بالمحافظات المختلفة. وتستهدف القروض تنمية قطاع الزراعة عبر تمويل عدد من مشروعات الإنتاج النباتي والحيواني والداجني والسمكي وتصنيع الألبان والنهوض بزراعات البساتين وتطوير مشروعات الري والصرف الحقلي. كما تمول القروض مشروعات التسويق الزراعي بما يساهم في تحسين دخول مزارعيها.